بعد ذلك الفنان والرسام موجياني الذي استوحى من تلك الليلة ألوان النادي وشعار الفريق الأحرف الأولى الإفسي الأم. وهنا جول، هنا جول، هنا جول، فالنسيا يأتون بالهدف الأول، هدف أول لمصلحة فالنسيا. شوف الصاروخ، شوف الصاروخ، فالنسيا الاسباني في مرمى الانتر الايطالي، شوف الصاروخ، صاروخ ارجنتيني، وما لا الا ارجنتيني، وهو من يسجل الهدف الاول في مرمى الانتر في هذه المره. نعم اللاعب ميشيل هو الذي يسدد، وهنا بالراس كره بتبعد ما زالت خطيره، انه الهدف الثاني في الشوط الاول من جانب فالنسيا، والضرب من بعيد، قذائف صاروخيه، شوف الكره التي اتت من ركله ركنيه، بعد ذلك التصويب من بعيد والكره القويه مباشره في المرمى. هدف، هدف نعم لمصلحه فالنسيا، الهدف الثاني ياتي الان بقوة الأقدام، بقوة الأذهان. يذهبون بتباطؤ، بتثاقل كبير، وهنا محاولة خطيرة، خطيرة، جول، خطيرة، جول، خطيرة، جول، 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 جول. ما زالوا هم الأبطال، ما زالوا الأسبان دائما ما يتقدمون. ذاب كأس القارات لكنهم يبقون على عرش كرة القدم العالمية. الأسبان يفجرونها، الأسبان يتقدمون في هذا اللقاء. فالنسيا بالثالث، بالثالث، بالثالث في مرمى الانتر. انظر ماذا يفعلون، كيف يضغطون، كيف. والكرة هنا في أقصى اليمين، ومحاولة ما زالت، يا سلام، الله، جول، جول، هي بالجول، هي بالجول، جول، 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 والأروع والأجمل، جوناثان فييرا، 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 جوناثان، جوناثان يسجل هدف والأروع. شوف الكرة التي كانت عن طريق جوناس، بعد ذلك جوناثان وهدفه الشخصي الثاني والرابع لفالنسيا في هذه المباراة. أي قسوة هذه على حساب الانتر، أي قسوة.